بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تملأ بها قلوبنا أمنا وإيمانا ومحبة وعرفانا، وعلى آله وصحبه وسلم. رجعنا لكم تاني ولسه معانا الشيخ معاذ سعادة، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به. إيه يا شيخ معاذ الجوائز اللي أنت حصلت عليها من الأزهر الشريف؟ والله يا مولانا الحمد لله الفقير من أوائل الجمهورية في كل شهادة ما شاء الله. نعم، في الإعدادية ابتدائية وثانوية. نعم، يعني في الابتدائية كان ترتيبك الكام؟ كان في الابتدائي ترتيب التاسع على الجمهورية، والإعدادية الثالث ما شاء الله، والثانوية السابع أيضا. الله أكبر، والكلية الأول على الكلية. الحمد لله فضل من الله إن شاء الله، عقبال كده الماجستير والدكتوراه والتعيين إن شاء الله. اللهم آمين يا سيدي. اللهم آمين. ربنا ينفع بيك ويبارك فيك يا شيخ معاذ. الله يكرم حضرتك. سمعنا إيه بقى إن شاء الله؟ مقدمة سيدنا المناوي. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولى من تولاه مولاه بالحفظ والعناية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام، وفضل أمته على جميع الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، كنتم خير أمة أخرجت للناس
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم. الله يفتح عليك ما شاء الله يا شيخ معاذ. أكرمك الله يا سيدي الشيخ. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أبنائنا وبناتنا. أمين يا رب. وشوفوا الشيخ معاذ بالإصرار والعزيمة وصل إلى ما يريد، وإن شاء الله نتمنى له المزيد. أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك، ونشوفك كده عالم كبير إن شاء الله في الأزهر الشريف. شرفتنا ونورتنا يا شيخ معاذ. شرفنا بحضرتك. الله يكرمك، ربنا يحفظك.